أخير صباح النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا لدوزيام ماتينال على FM حتى ال 11:30. شاء تكونوا بصحة وعافية وين ما يوصلكم صوتنا، إن شاء الله نكونوا زيد خفيف الظل عليكم ساعة وشوية، ساعة وربع كما قلت حتى ال 11:30. تابعونا على FM TV، مرحبا بالناس الكل اللي تابعنا في تونس ولا في خارجها، زعم الناس اللي تخدم ولا في الدار ولا في الشارع يسمعوا فينا يعرفوا لي روبريك متاعنا بطبيعة الحال، بشوية بشوية نكتشفوهم كما العادة. نتمنى لكم بداية أسبوع موافقة لكم الكل، نهار اثنين صباح سورتو كي فما تاكسيات مقربين ولا فما شوية صعوبات في النقل، سيسوا رواحكم نحاولوا أنه نعرفوا الأسباب بعد شوية على حكاية الإضراب متاع التاكسي. ولكن قبل كل شيء كما العادة مختار رصاص، باخير سي مختار، باخير سيدي، هذا موعد جديد مع لي دي تو. إيديتو مختار الرصاع. في فورمة ولا فورمة دي؟ لكن إيش نقول لك أنا وقتي نسمعه كل يوم. كل يوم. يقعوا 17 أكسيدون ما بين 3 و4 موتة كل يوم. صبر والله. يقولوا معناتها الاستاتيستيك الإحصائيات 7000 أكسيدون، 1200 موتة، معناتها حسب التقريب، و 8000 مجروح. معناتها محاين كبيرة. الأسباب شنية سيدي؟ السرعة. السرعة والسكر. أي. والعدم الانتباه. أي معنا قانون احنا متاع الطرقات. يجي دوبل ما يردش باله. سي مختار. عنا قانون مخبي في الفريجو. عنا قانون معناها على الورق هو قانون ممتاز. ولكن ماهوش تطبيقه يعني يتقال فيه عليه. الحكايه الكل ماهيش مساله قوانين وماهيش مساله طرقات. انا اعتقد انه مساله اخلاقيه ساعه قبل كل شيء. هذا انسان توعيه. ليه انسان معناتها توعيه، معناتها اذا كان التوعيه ما توصلش انه ضمير الانسان معناتها يولي معناتها فايق على روحه. واحد هز عائلته في الكهرباء، اولاد صغار شنو ذنبهم؟ امه مرا كبيره شنو ذنبها؟ مرته معاه وهو ما يردش، عدم اكتراث لا معناتها ويدوبل من غير ما يرد به ويبدا هكا معناتها ساهي. شوفوا حاجات رهيبه في الكيس. ليه ما شيء شنو ذنبهم الناس هذوك؟ ليه بخلاف هذايا معناتها هذايا عنده راهو عنده انكو على المجتمع. طبعا اي طبيعي. بربي مختار فما حاجه جوست سامحني ما بين قوسين، فما حاجه رهيبه ولات تو في السنوات الاخرى اللي هي المساجات والكونيكسيون نتاع السائق وهو في الطريق في الكياس. شيء مهول، شنو شيء قل التحيه حاجه تدوخ يعني وقل التربيه. انا ما حتى كي حتى اذا كان ينحيوا البيرمي واحد يتكلم في التليفون في الواحد ولا فما برشا اكسيدونات وقعت على التليفون، حوادث وقعت على الحكايه هذه. تعرف قديش تكلف على البشا على معناتها المجموعه الوطنيه؟ المجموعه الوطنيه 737 مليار في العام. هذا بونون مالون معناتها فهمتني الموين. شو هذا؟ وين ماشيين؟ معناتها 737 مليار خسائر. كل عام خسائر. تقول لي لي زاسورونس العباد الواحد والناس اللي باش تداوي هذوك اللي تجرحوا. معناتها هذايا مسألة أخلاقية قبل كل شيء. شنو لازم نعمله سي مختار؟ شنو لازم نعمله؟ نوعيه أكثر تكون معناها ومضات هكا تحسيسية. التوعية ما فيها حتى كلام. خاطر ما عادش نشوفوا ومضات تحسيسية أساسا. التوعية يلزم نسكن وسائل الإعلام الكل. معناتها عندها لازم تكون أونجاجي في الموضوع. عندها مسؤولية على الحكاية هذه. بخلاف هذايا فما بلدان أخرين فما رادارات يتحطوا فهمتني؟ ولو حطان الرادارات في كل بقعه باش يتكلف على الدوله لكن يدخل لها برشا فلوس. هاو موجودين الرادارات؟ لا موجودين لحتى شيء. الرادارات كي نحكيو رادار معناتها كي تتعدى انت ماكش حاط السبته يخرج لك تصويرتك. لكن تجي باش تدفع الخطيه الكبيره يخرج لك التصويره اللي انت ماكش حاط السبته. دونك قوانين رادعه. لا اي معناتها وفما دي بوانوار معروفين معناتها يلزم شويه الحضور فيهم في فما دي بانوار دي سيزون معينين بلايص معينين. لكن انا قبل كل شيء لا نلوم على هذا ولا الا على الانسان هو نفسه لانه فما اخلاق معناتها وتربيه صحيح نتاع السياقه.
شنو واحد مسؤولية اللي يطلع في كهرباء ويشد الفرن؟ هي مسؤولية. مسؤولية وي. على نفسه هو وعلى على غيره كذلك. وعلى غيره. وي. إن شاء الله الناس تتوعى بذي وتعرف أنه راهو كما قال سي مختار أنه كي تطلع في الكهرباء فما مسؤولية على غيرك على الناس اللي معاك وكذلك عليك أنت. دونك نتمنوا السلامة للناس الكل. أرقام بطبيعة الحال يعني موجعة والأرقام الله يرحم الناس الكل اللي توفوا على الطريق سواء بذنب أو بغير ذنب ولكن إن شاء الله الناس تتوعى وتعرف أنه الطريق يعني فراو فما برشا حاجات نجم تصير في فراكسيون سكوند معناها الكونيكسيون على فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره معناها لازم تنجم من تنجم تصبر فهمت حتى تليفون ينجم يصبر الكلنا معرضين للخطا مش معناها احنا ما نخطئوش في هذايا احنا نخطئ كذلك ولكن سي بيان انه نتوعاو من هذايا ونقلوا من هذايا شكرا ليك على الموضوع هذا سي مختار بديت اسبوع موفقه للايديتو وغدوه ان شاء الله موضوع جديد شكرا ليك غدوه نتلاقاو مع سي مختار في الايديتو شنو هي الحكايه لليوم شنو هي الحكايه خلينا نسمعوا الجينجل وبعد نقول لكم شنو هي الحكايه شنو هي الحكاية إضراب التاكسيات اللي يمشي في الطريق بكري يلاحظ أنه فما غياب للتاكسيات غياب ربما موجودين هما تلقاهم أما من غير بلايك في الصباح معاشة نسألوه شوية على بعض الأسئلة الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ويقول لنا هل الأسباب هذه متاع الإضرابات اللي تصير هكا في وقت وجيز سي فوزي مرحبا بك فوزي الخبوش مرحبا سيدي الغالي مرحبا مرحبا بيك دونك اصحاب كان المفروض انا تو والله مصلي على النبي الاعلام مشكورين تاع اللي وصل صوتنا تاع درجه اولى ولكن كان المفروض وكان من الاجدر زاد تسليط الاضواء على وزاره النقل اللي هي وزاره النقل حقيقه وزاره النقل والمعنيين بالامر والوزارات المعنيه بالامر الكل غاض النظر يعني التسليط تاع الاعلام اللي احنا عطينا التصريحات وذكرنا ما يعني ما ثمش حتى اي اضافه الى حد الساعه دي اي ان توكا احنا تنحاولوا ناخذوا وزاره النقل وناخذوا رايها في خصوص الاضراب هذايا اللي يجي سي فوزي في تكمله للاحتجاج اللي صار المره اللي فاتت هذا هو حقيقه اللي صار لان السلطه متجاهله الطلبات نتاعنا لانه احنا وصلنا انه يعني حقيقة الشيء اللي أسف واللي نتأسفه له اللي وصلنا لدرجة الاحتقال هذه وصلت لتتعطل مصالح الناس مسؤولية احنا ما نتحملوهاش مسؤولية تتحملها الأولى وزارة النقل والثانية كما نقول فانا عن السلطات المعنية بالعمر باش يفضل الإشكال هذايا لكن للأسف إلى حد الساعة هذه الكل ضربة عرض الحائط ما نعرفش أنا دولة بنا 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 قوانين هل أجابتكم وزارة النقل المسؤولين. أجابتكم ولا لا أجابتكم أعطتكم إجابة وزارة النقل ما تم إلى حد الساعة هذه ما تم حتى أي إجابة بالرغم اتصالنا مع سيد مستشار رئيس الجمهورية أكبر سلطة في البلاد وإلى حد الساعة هذه مازال مش متجاوب نتعسفوا ونعود ونكرروا اللي احنا رانا قاعدين نتعسفوا نحاولوا نعرفوا سي فوزي الناس ممكن اللي ما تعرفش انتوما عندكم احتجاج على تطبيقة معينة تقولوا انها ما عندهاش الحق القانوني انها تاخو بقعة التاكسي هذا هو بالطبع احنا شنو مشنا احنا ضد التطبيقات هذه اللي تخدم في السيارات المدنية ضد التطبيقات اللي تخدم في السيارات المدنية علينا اساس انك انت اليوم تو باش تخدم سيارات مدنية تخدمها في سيارات مدنية بدون موجب قانوني هذا اللي حاشتنا به احنا شنو اللي حاشتنا علاش شنو وصلنا للاسباب هذه علاش السلطه ما تتجاوبش معانا لنا درجه وصلنا احنا اليوم وقت هي السلطه بحد ذاتها ماهيش متجاوبه شكون اللي يسير في البلاد نحبوا نعرفوا احنا شكون اللي قاعد يسير في البلاد والله اللي نتعسفوا له انه عندنا الثقه في سيد رئيس الجمهوريه وصلنا له المطلب نتاعنا الاثنين الفارط كان المفروض هذه نقطة حارقة راهو قطاع النقل راهو قطاع حيوي وقطاع هام برشا ما نخلوش احنا نوصلوا للحالة متاع الفوضى وما نخلوش حالة الاحتقان وقت نشوف انا شركة اجنبية شركة متهمة بالاصبع
بتبييض الاموال متهمه بالفساد. شكون اللي وراها؟ فوزي شكون اللي عطاها الضوء الاخضر باش تخدم على الشركه هذه؟ سي فوزي تو احنا ما نجموش نتهموا العباد هكاك نلقيوا التهم جزافا يعني، لانه هذا كله عنده مسار قضائي وغيره. اذا كان واحد متضرر من حاجه يمشي للقضاء يشوف هذايا، ولكن لا القضاء احنا مع كامل احترامي اي فوالا من غير ما نقولوا شكون ولا كيف يعني. احنا قدمنا للنيابه العموميه خلينا نكملك، احنا قدمنا للنيابه العموميه شكوى في الغرض هذايا، الشكوى للنيابة العمومية. علاش ما تحركتش النيابة العمومية إلى حد الساعة دي؟ علاش ما تحركتش؟ مع كامل احتراماتي النيابة العمومية تتحرك في بعض الأحيان في تدوين على الفيسبوك، تتحرك النيابة العمومية. علاش اليوم الاحتقان اللي واصل كايا؟ علاش النيابة العمومية ما تحركتش؟ وانا متيقن إذا كان النيابة العمومية باش تتحرك على غلق الكياسات ما يسالش، احنا نمشوا فداء للزملاء نتاعنا، نمشوا الفداء للمهنة نتاعنا، ما يقلقش هذايا نعتبروه نضال نقابي، واحنا نستنوا في النيابة العمومية تحل البحث مع الشركة هذه. سي فوزي انتوما اليوم في اضراب معناها متواصل لحد الان، فما بقايا انتوما موجودين فيها معناها احنا طلبنا الزملاء والمهنيين كلها باش تتنقل على عدة اماكن مع عدة وين أماكن مثلا بالطرقات. وين؟ في الروتيكس في من المقر نتاع ياسين زاد كذلك باش نمشوا لها هذه كذلك، ونحملوا المسؤوليه اذا كان باش يغلقوا علينا التنقل للمقر هذايا. رانا باش معناها باش تسكروا بالطرقات؟ لا انا ماناش باش نسكروا الطرقات، علاش بربي احنا كوسائل اعلام نجوك نسال فيك يا سي فوزي، جاوبني على السؤال سالتك انا جاوبني. ماناش ضد مصالح المواطنين. لا قول لي مانيش ضد مصالح المواطنين. احنا ضد الفساد، ضد الفساد اللي يعطي في الغطاء للتطبيق هذه، ضد الفساد اللي يعطي في الغطاء للتطبيق هذه باش تخدم. باهي سي فوزي. تخدم خارج الاطار القانوني واضح. والدولة حاميتها. واضح. شكون هما اللي حامينها؟ واضح. اعطيني انا شكون اللي حاميها؟ سي فوزي. هل وسائل الاعلام وجهوا السؤال لوزارة النقل، وجهوا السؤال لوزارة الداخلية، اعلموها علاش الفوضى هذه صايرة؟ علاش ما خذلتوش حتى أي إجراء؟ هكا تتوجه لي انا سؤال تقول لي على اساس انكم انتم باش تسكروا الكياسات، ماناش باش نسكروا الكياسات. اي سؤال راهو عندنا الحق نسالوك راهو. باش ناخذوا حقنا من الكياس، اليوم باش ناخذوا حقنا من الكياس. عندنا الحق نسالوك سي فوزي، وعندك الحق انك تجاوب ولا لا يعني. خليني اشوف انا بكل احترام قلت لكم مشكورين وسائل الاعلام، حاولوا باش تضغطوا على الادارات المسؤوله المعنيه بالامر، علاش ما تحركتش للساعه دي؟ سي فوزي عندنا بالوثائق، عندنا بالوثائق. سي فوزي سي فوزي، انتوما ضد التطبيقات عامة؟ لا لا لا، ماناش ضد التكنولوجيا، التطبيق هذه بالذات تخدم مع السيارات المدنية. قلنا التطبيقات كيفاش تخدم مع التاكسي ما عندنا حتى مشكل. باهي خلينا ناخذ انا خلينا ناخذ كانه انت مواطن عادي. يا خويا انت مواطن عادي في وقت ذروه ما لقيتش تاكسي مثلا. باهي فما تطبيقه زاده انتم تستعملوها كثره ولات هي المقياس ولات هي اللي تخدموا بها اساسا. التطبيقه هذيا تضرب السوم في ثلاثه وفي اربعه. خليني نكملك سؤالي عادي. خليني نكملك سؤالي. هذا يجرنا مش انه التطبيقات عديده تدخل في المارشي تاع النقل هذا. جاوبني ترى جاوبني. احنا ضد الابتزاز، وطلبنا من وزاره النقل. ها يصير كل يوم الابتزاز يا سي فوزي. طلبنا من وزاره النقل باش تقنن التطبيقات هذه. الابتزاز المواطن بطريقة غير مباشرة يصير كل يوم عن طريق تطبيقة معينة. لا احنا ضد التطبيقات اللي تلتزم بالمواطنين. يعني انت كأمين عام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ترضى انك تمشي من بلاس باستور للمرسى ب 30,000 وب 29,000؟ سامحني قلنا لك لا ضدها. انا ما سمعت انا ما سمعتش صوتك على التطبيقة هذه، ما سمعتوش صوتك قبل زادة. ما سمعتوش صوتك. قلت لك مش شكون احنا كيما ندافعوا على المواطن ندافعوا على التاكسي. لا 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 سمعني. انا طلع احنا راهو بعثنا لها مراسلات على اساس ان تطبيقات هذه تقنينها والتطبيق هذه اللي تبتز بالمواطنين احنا رانا ضدها، لكن راني ما نجمش انا باش نشد التاكسي ونقول له ما تخدمش معاه. وزاره التكنولوجيا ولا الاتصالات تتدخل باش تحمي المواطن من الابتزاز هذايا. مش عادل باش نسكرها التطبيقه هذه. لا يا سي فوزي، راهو العمل النقابي هو حقوق وواجبات زاده. يعني انت كامين عام للاتحاد التاكسي كيما تدافع على حقوق منظوريك تدافع على حقوق المواطنين اللي هما يتعاملوا معاك.
سامحني راهو بالنسبه لنا احنا هذا المنطق يقول راه الطرق والسبل باش نوصلوا نوقفوا بها الطيار هذايا ماهوش بيدينا احنا بيدين السلطه التنفيذيه. انا ما ريتلكش بيان يا سي فوزي على اساس امين عام تقول راهو التطبيقه الفلانيه اللي تضرب السوم في ثلاثه وفي اربعه راهو قانونيا ما يجيش وراهو اخلاقيا وكذلك مهنيا ما يجيش. ما ريناش حتى بيان مثلا في ما يسالش ممكن صحيح ما سمعتش بيان من خلال الاجتماعات نتاعنا احنا المهنيين كل قلنا لهم هذا راهو ما يرضيش ربي سبحانه ومش معقول المواطن التونسي انه باش نزيدوا دائما مكملين فيه برشا مكملين فيه. لا سامحني الدور انا شنو هاو طالبين احنا يا اخي تدخل على الباج فيسبوك بتاعكم وشوف شويه لي رياكسيون شوف شويه كي تدخل الفيسبوك شوف شويه الناس اللي يقول لك مثلا راهو هذا ان موفي بلان راني انا التاكسي تكلف لي 6000 خذيتها ب 25 راي ما يقفليش راهو نبدا نحب نوقف تاكسي يبدا يستنى في البولت حتى انا سامحني معناها نبدا نستنى في تطبيقه معينه هذا ولا لا؟ شوف بالنسبه لنا احنا اللي قول لي واقع ولا مش واقع يا ولدي الواقع موجود انه التسيب هذا سواء احنا بيدنا حتى كقطاعنا راني مانيش كله مسؤول عليه انا راه عندك 18000 مانيش مسؤول على الكل باش تبدا في بالك وباش تعرف انه التطبيقات هذه راهو اغلبيتها ما جبتهمش انا راهو التطبيقات هذه راهي اللي نعرف هذا مسؤول عليها الاولى والاخيره هي الدوله هي تراقب الحسابات نتاعها تراقب نوعيه العمل نتاعها بما وين الاجهزه الامنيه نتاعنا والمخابرات وين الاجهزه نتاع الدوله واضح وين الوزاره الماليه باش تفقد لها الاموال نتاعها مش مني انا لو سمحت واضح. انا راني مواطن كيف الناس اي فهمتك واضح احنا تنحاولوا ناخذوا يعني رد وزاره النقل في خصوص الطلبات نتاعكم كاتحاد التاكسي اليوم بطبيعه الحال اللي التاكسيات في تونس هي في اضراب شكرا لك سي فوزي خبوش من عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي اللي بطبيعه الحال اليوم التاكسيات في اضراب تنحاولوا ناخذوا نشوفوا حكايه الرد من وزاره النقل شكرا يلا في شنو الحكايه با الحكايه كمان فيها شويه سخونه الحكايه لانه حكايه التاكسي تتعاود برشا مرات تتعاود لانه التطبيقات مدى التطبيقات هذه النجاعة متاحها ومدى ملائمتها لجيب المواطن وميزانيته كذلك مهم والتاكسي اللي من حقه أنه يدافع على العمل متاعه ولقمة العيش متاعه ولكن ماذا بينا تكون الحاجة مقنة وفي نطاق القانون هذا هو المنطق به اليوم كما قلنا نشوف هكا من الشباك هنا في أفام اللي الشمس تبارك الله مشرقة يعني الطقس ربيعي نجم تقول هذه الحاجة اللي الناس خليتهم ما بين هذا وهذا يقولك في الشتاء اليوم معناها شوية برد أما المطر ويني إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر لأنه كذلك نلاحظوا ونقرأ ونشوفوا أنه مستوى السدود مثلا في تونس المياه وصلت إلى مستويات قياسية في الندرة متاحة وفي شياحة السدود هذية إن شاء الله الأمطار تجي ما زلنا في جانفي دونك سي محرز الغنوشي مهندس المعهد الوطني للرصد الجوي باش يحاول يقول لنا الصحيح من الخطأ من الحكاية متاع اللي الأمطار وانخفاض الحرارة جايين وإمكانية تساقط الثلوج في تونس جاي في الأيام المقبلة سي محرز مرحبا بك صباح الانوار اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكل فريق العمل معك وكل مستمعي راديو يوسف مرحبا بك سيدي دونك سي محرز الغنوشي الطقس ربيعي في الشتاء قاعد كل يوم نشوفوا انه الحراره فيه معناها ترقى برد في الصباح برد في الليل الشمس موجوده في وسط النهار الامطار غائبه صحيح ناكد كلامك فيما يتعلق بنقص الامطار وغياب التساقطات مش من بدا شهر جانفي 2023 فقط انما في اغلب فترات ديسمبر والا نوفمبر خصوصا في ولايه الوسط والا الجنوب اللي هي عانت اننا تم غياب الامطار والشح الكبير والجفاف المطول نسبيا وهنا نحكيو على عجز ونقص التساقطات على الاقل مقارنه بالمستويات العاديه لمؤشر تساقطات في مختلف الولايات بفارق اللي هو كانت كان من بين عفوا 75% حتى 95% بالنسبه لديسمبر على سبيل المثال التساقطات والمعدات العاديه للامطار في تونس العاصمه
هما 60 61 ملم بالنسبه لشهر ديسمبر، وهذه المعدل اللي هو يتحسب على 70 سنه. انما في ديسمبر الفارق تقريبا ما سجلنا الا 3 او 4 ملم اللي يخلي العجز يوصل 95%، ونبدا شهر جانفي تقريبا مع 12 وضعيات جويه ممطره فقط بعض قطرات النداء، عشان يخلي ممكن مجموع القطرات هذه ما توصلش المليمتر، وعز الامطار في محطه تونس كرتاج هو 99%. ونجم نقولوا كون ممكن هذايا الهدوء والصحو يخفي في طياته مجموعه من التغيرات الجويه، وهذا ممكن مؤشر ايجابي. هل هي قادمه التغيرات الجويه؟ نشوفوا انه يقولوا يعني حاجات قريناها من نهار الاربعاء مثلا، ان شاء الله هناك تغيرات في الطقس وهناك امكانيه نزول الامطار وغيره. صحيح، هو علاش غابت الامطار؟ باعتبار انه اللي سيطر على الوضعيه الجويه مش في تونس فقط، انما حتى في البلدان المجاوره ولا في الولايات المجاوره سيطرت مرتفع للضغط الجوي على بلادنا، هو اللي منع وصول الاضطرابات والتقلبات الجويه للحوض الغربي المتوسط وشمال افريقيا كما هو معتاد على الاقل في الفترات هذه، واللي نتوقعوه كونه خلال النصف الثاني من هذا الاسبوع باش تتراجع تقريبا المنظومه هذه جنوبا، وباش تفتح المجال لكتل هوائيه شديده البروده. هذيك علاش نجم نقولوا كون الاجواء باش تكون شتويه خلف موعد امكانيه نزول امطار، يعني مطروح بشكل كبير. احنا ديما نقولوا الغيثه والوقت، وبعض القطرات اليوم قد تنزل في اقصى الشمال في اجزاء من ولايه بنزرت والا شمال ولايه دجا. بالنسبه لعدد نوع تنبيهات الشمال الغربي خلال اليوم الغد والا ما بعد يوم الغد، انما وصول المنظومه الجويه شديده البروده هي اللي ان شاء الله نتوقعوها في الليله الفاصله من بين يومي الاربعاء والخميس، واكثر تحديدا في النصف الثاني من الليله. هذاك علاش ايام الخميس الجمعه السبت ولا الاحد الاجواء تكون شتويه. اولى الملامح الشتويه هو الانخفاض الحاد والملحوظ في درجه الحراره كما قلت انت، وكما شرط سيتي كونوا درجه حراره هي كانت في مستوى الربيعيه كنقولوا كانوا كانت في مستوى 21 22 23 درجه في العديد من الولايات على الاقل هيك الاسبوع الفارق ما بعدوش برشا. وهنا نحكيو على تجاوز المعدل العادي اللي هو الفارق تروح من بين درجتين ل 4 درجه. نذكروا الساده المستمعين كونوا الارقام العاديه للشهر الجانبي هما 13 17 درجه في حدود ال 10 درجات في تلا من ولايه القصرين، وانخفاض درجه الحراره كما تمت الاشاره باش يميز الوضعيه الجويه في النصف الثاني لهذا الاسبوع. تساقطات ثلجيه مطروحه في المرتفعات الغربيه لبلادنا، الامكانيه ممكن مش قويه برشا في النصف الثاني من الفصل بين يومين الاربعاء والخميس ولا بالنسبه ليوم الخميس، انما تقريبا ايامات الجمعه السبت ولا الاحد تقريبا الفرضيه هي مبدئيا مطروحه بشكل كبير. وديما نقولوا الغيثه والقطره، الامطار تهم درجه اولى مناطق الشمال وخصوصا اقصى الشمال، على انه تتوغل التيارات الهوائيه الابره تدريجيا نحو الوسط والا الجنوب نهايه هذا الاسبوع. كميه الامطار المتوقعه ماهيش باش تكون كبيره في الوسط والا الجنوب، امطار في اغلبها ضعيفه الى متوسطه، انما كميه طيبه قد تسجل في اقصى الشمال غادي بلادنا في السواحل الشماليه من البلاد، ونفرح وقت اللي يكون فما مؤشر كميه طيبه خصوصا في المناطق اللي فيها الزراعات الكبرى واللي فيها السدود، فان شاء الله يكون عندها كل التاثيرات الايجابيه. كنقولوا كونوا اليوم في اخر تحيين على الاقل من زملائنا في وزاره الفلاحه كونوا نسبه امتلاك السدود 28.4%، هذا رقم يخوفنا شويه، ان شاء الله يتحسن الرقم هذا بعد الاضطرابات الجويه اللي باش تطول ان شاء الله باش تطول نتوقع كونه باش تتواصل حتى مع انطلاق الاسبوع القادم، فان شاء الله يكون عندها كل الاثار الايجابيه اللي احنا ان شاء الله. شكرا لك على التوضيحات هذه كل سي محرز غنوشي مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. ان شاء الله كما يقول في تلخيص الكلام وانه نهار الاربعاء ربما ان شاء الله في اليوم في الليله الفاصله بين الاربعاء والخميس هناك امكانيه كبيره لنزول الامطار. شكرا لكم لمتابعتنا في تونس ولا في خارجها. تحيه لصديقي سامي عزايز من ابيدجان اللي يقول لي على ذكر اللي ديتو نتاع سي مختار، التليفون في ابيدجان راهو ممنوع، لو كيت بلوتوث ممنوع، لوتيليزاسيون نتاع التليفون في الفولون اي ستريكتومون انترديت، معناها ممنوعه. ان شاء الله البلدان كيفنا نحن بالضبط البلدان الافريقيه اللي تحيه وتقدير كبير ليها، احنا منهم البلدان هذوما. وبطبيعه الحال لازم القانون ولا شيء غيره، لانه كما قلنا عندنا قانون طرقات كمان فيه حاجات برشا إيجابية في إذا كان طريقة تطبيق وتكون صارمة فإنه يمشي لباس. يلا فايزة صباح الخير. صباح النور. كيف ما عندنا احنا بالضبط قانون طرق؟ والله عندنا قانون ولكن مش معمول به. اي انت شفت تونسي نهار هز تليفون علي سامي الظلم؟ انت شفت نهار تونسي يتكلم وهو يسوق؟ لا. انت شفت نهار تونسي يتعارك مع مرته وهو يسوق؟ يكونكتي سورتو يكونكتي وهو يسوق يجاوب على المساجات يعني بون. انا ما شفتش. شفت برشا. يلا هذه فايزة في ميديا ماك. ميديا ماك فايزة العرفاوي.
منين نبداو؟ نبداو من الحوار التونسي وبرنامج فكرة سامي الفهري اللي نهار السبت استضاف الكوميدي بسام الحمراوي اللي حكي على أعماله وحكي خاصة على الجزائر. نسمعوا شنو قال. الاستقرار في الجزائر وارد ولا؟ يا ودي يزمك تمشي للجزائر، يزمك تمشي بالحق. التوانسة اللي ما مشاوش للجزائر يزمهم يمشيوا للجزائر. ساعة من أروع ما فما، ناسها من أطيب ما فما، ويطيبوا فيها العيش بالحق. معناها تنجم ما تحسش روحك غريب. هذه عبارة مشيت بدلت في ولاية أخرى، عبارة أنت مثلا في تونس بدلت ولا تسكن في ولاية صفاقس ولا في ولاية قابس ولا، فهمتني كيفاش؟ الجزائر من أروع ما فما، ننصح التوانسة يمشي ويزوروا الجزائر. تصريح تفاعل معه برشا جزائريين ورحبوا به في الوقت اللي برشا توانسة انتقدوا التصريح وشافوا فيه تطبيل للجزائر، وكان من الأفضل أنه يروج لتونس مش العكس. أنا بالنسبة لينا والله ما نشفتش فيه تطبيل عادي، معناها محليها كي نقولوا وماذا بينا انه بلدان المغرب العربي تتوحد وتكون دولة واحدة، وبالحق جوزة الحدود في الجغرافيا تكون ماهوش في امخاخ العبيد. ومحلي التصريح بالعكس عليه، هما كي يعملوا تصريح على تونس نقولوا تطبيل، ما نقولوش تطبيل، احنا نبارة نفرحوا كي يعملوا تصريح على تونس نقولوا سيبيان، وهذه حاجة باهية، وهذه روابط اخوة وجيران وغيره. فالعكس صحيح كذلك، يعني هو يشوف بسام انه معناها كي يمشي ولا يزور البلاد ارتاح فيها، يشوف انه اهلها طيبين، وهذا معناها ما نشكوش فيها انه باهي الحاجات الباهيه والخايبه موجودين في كل بلايص، ولكن يرى انه ينجم يرتاح في البلاد هذيا توميو. يعني ما يسالش كي نشكروا احنا، ما عندنا يعني برشا تنبير في تونس. اللي يشكر عبد يولي هو يطبل له، واللي يشكر عندنا اجابه لكل شيء. كان خايب عندنا اجابه ليه، وكان باهي عندنا اجابه ليه، واللي يقول خبر باهي فبعليه راه ترقى السبان وترقى ما نعرف شنو. واذا كان خبر خايب كيف كيف، يعني ما تخافش هيك التعامل والتواصل مع وسائل التواصل وسهلش منه. وي. يلا نقعدوا مع قناة الحوار التونسي وبرنامج الحقائق الأربعة اللي البارح فتح ملف التحايل على انستغرام، التحقيق بعنوان انستغرايب تحكي فيه على التحايل بحسابات وهمية. حكي زيدا كيفاش انه مقابل 80 دينار تنجم تزيد 5000 متابع، واغلبها حسابات وهمية. التحقيق عرض بعض الانستغرامر اللي يعرضوا في منتوجات، وهي منتوجات تضر ساعات بصحة الانسان. بعد التحقيق هذا من بين صانعي المحتوى علق عزيزوس اللي هبط ستوري قال فيها بالنسبة للعبيد اللي يبعثونا على برنامج الحقائق الأربعة، هما يحكيوا على عبيد متحايلين. احنا الحمد لله عمرنا ما تحايلنا على حد، ونتحدى اي واحد يقول رانا دخلنا عبيد وهميين. انا ومرتي ماناش المعنيين بالامر، نحنا ما نزيدوش في حسابات وهمية، وامنا كيما تحل لايف وتربح في عبيد بالحق ما همش وهميين. احنا خرجنا باش ندافعوا على رواحنا، والناس تتبع فينا تعرف الحقيقة. بالنسبة لحياة أنا عندي معناتها حياة الانستغرام وليز انستغراموز وكل شيء، أنا عندي موقف منها. نقول هذوكم ليماج دو مارك متاع حاجة بالنسبة لينا كيما أي برودوي. ثم عبيد راي توصل تصدق أنت ولا لا لا لا. ولا عندك فكرة مثلا تصويرة مزيانة ما تعممش معناتها، فما ناس يخدموا ان كونتوني بالحق. أي ثم صناع محتوى، إذوكم اللي فيهم محتوى انت نتبعوهم ونمشيوا معاهم. ثم زيدا متحايلين برشا في أي دومين، في أي دومين معناها نبقاو متحايلين. أما جد ثم نقطة مهمة بالنسبة للإنستغرام، ثم برشا عبيد راهي وصلت ديبرسيون من اللي تشوفيه في تقولك شبيها هي هكيكا مثلا مزيانة، شبيها عايشة هكيكا مع راجلها، شبيها عايشة هكيكا مع في عائلتها، راه مش هكيكا، راهي هذيك سي نورمال. أنت باش تظهر الكوتي المزيان اللي في حياتك سي نورمال، هذيك ليماج دو مارك نتاعك اللي باش تربح منها تربح منها فلوس، راه مش هكاك، راه هما زيد عندهم مشاكل، هما زيد عندهم ديون، هما زيد عندهم قروضات. معناها ما نتصورش، خاطر برشا عباد وخاصة المراهقين يتبعوا بطريقة سا موديل بالنسبة ليهم. فما متركاش كيما متركاش ولا كيما نشبهش الموديل هذا، راني انا فاشلة في حياتي. اكزاكتومون، هو مش صحيح معناها. فما وسائل نجاح اخرى، فما طرق للنجاح اخرى، بخلاف انه تكون اتيرانت فيزيكمون ولا طريقه لبسك حتى ولا غيره. يعني فما دي زارتيست يقول لك ريت حتى مثلا اماره نتاع صغر نتاع هذيك تجد في البلوس، هذيك ليدنتيتي نتاعو، هذيك معناتها معناها لا بيرسون بارفيت هذيا ماهيش موجوده، راه كيف تصاور روتوشي كل باربي يونكور. نتعديو الاي اف ام نهار السبت، الفنانه اميل علوان كانت ضيفه خوله الخلصي، حكيت على برنامجها الجديد زوم على الوطنيه، على اعمالها، على صغرها. نسمع شنو قالت.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم. من بين كنا نعيش في بنزرت من امي مولوده بنزرتيه معناها، وبعد بابا الله يرحمه نقلنا لقصور الصيف. فما كل اختلاف بين كنت عايشه في المدينه ولقيت روحي عايشه في الريف. قديش عمرك وقتها؟ عمري تقريبا 7 سنوات هكيك، معناها فايقة على الدنيا معناها، ونفهم وبديت نقرا في الباباسات في بنزرت، نقرا الفرنسيه خاصه، فهمت العربيه معناها كانت كيما دوزيام اوبسيون. اي وبعد نلقى روحي في مدرسه تونسيه في منطقه معناها وقتها في اول بلاد ما بديت. انا مولوده عام 70 دونك افهم البريمير نتاعي في دونك الكونديسيون. من بين اللي علقوا على تصريح الصحفي الرياضي حسام راد اللي كتب مدام أمال شهيره علوان في حوار على يفهم، قالت اللي هي في صغرها تعبت كي بعدت على المدينه بنزرت ومشيت سكنت في الريف قصور السيف. يا مدام نحب نقول لك اللي قصور السيف ماهي شريف، مع اعتزازي بكل ارياف تونس، واللي هي احتفلت عامنيه المئويه بلديتها. يا مدام قصور السيف هي اكبر معتمديه في ولايه المهديه. يا مدام انت ورشدي تعلمتوا ابجديه الفن في نواديها للموسيقى والمسرح. يا مدام كي واحد يحكي على بلاده يقدمها في احلى حله، والا على الاقل يعطيها حقها والا ما يجبدهاش على لسانه. خير بون بالنسبه لينا كلمه ريف ماهيش سبه، بالعكس الريف مزيان بطبيعته بالبساطه نتاعو بهواه النقي. هذه مدينه، هذه اسمها مدينه وذاك اسمه ريف. ماش انت كيفاش تشوف كلام؟ انا والله حسست شوينا رغم انا ما نشوفش انه اللي قالته مستحق انه هكا يخرج اون افون ويولي ان تيتر معناها يتقال عليه حاجات. يعني ما نعرفش علاش الناس يزون بارتاجي هذايا، ولانه بون هي وجهه نظر نتاعها، كانت عايشه في بقعه مشات البقعه كيما اي تجربه يمر بها اي انسان. وكان العكس سامي ولا العكس معناها عادي، ما انت اكيد باش تلقى ايش يلقى اختلاف اللي كان يعيش في الطبيعه والهواء المزيان يجي مثلا. ولكن ممكن هما تعليق على انه قصور السيف ماهي شريف، هذا هو اللي شد انتباه الناس، لانه هنا سي حسام يقول انه قصور السيف هي اكبر معتمديات الولايه وغيره. يعني هي قالت في الزاني 70 اي اي بون، هي تحكي على 40 سنه تالي معناها سي ديفير معناها حاجه اخرى. ولكن تجربه انسانيه كيما واحد كان يعيش في بلاد مشى البلاد من منحومة منحومة نتقلق بيان سور عادي يعني عادي. ما بون كنا حكينا سامي على بطاقة الصحفي المحترف وكيفاش نقابة الصحفيين طالبت الإسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، معتبرة أنه حرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية يندرج في إطار سياسة التضييق ومنحهم من أبسط حقوقهم. جديد أنه تم تعيين أخيرا فيصل بوغر القاضي في المحكمة الإدارية لرئاسة لجنة منح البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين، وتم هذا التعيين بموجب المرسوم الحكومي رقم 6 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جون في الجاري والمنشور في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر نهار الجمعة 3 جون في 2023. لا دونك سي بون نستناو في سي بون سي بون ما نجموش نختمو سيمي نجم نختمو ميديا ماغ من غير ما نمشيو لمصر. المصر حبيبتك عادل مصر سيدي بلدي الثاني بلدي الثاني. المرة هذه قناة النهار المصرية الشهيرة اللي أعلنت قناة النهار إنها تم وقف برنامج الجمهورية الجديدة وكذلك إيقاف مقدمة البرنامج المذيعة منى العمدة عن العمل وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق بسبب بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة. صار وقررت وقفة لحين إعادتي للمسار الصحيح وإلغاء بشكل نهائي. شنو اللي صار؟ منى العمدة عندها برشا تلاقي في صعوبات انتقادات كبيرة بسبب لبستها صوتها في التقديم اللي اعتبر ولا اعتبروه البعض انه في إيحاءات. نسمعوا شوية اللي ملك فيه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هنا الجمهورية الجديدة. مشاهدينا الكرام خلصت حلقتنا وخلصت سهرتنا. برنامج هنا الجمهورية الجديدة بينقل دايما صورة حية. كنا من سنة على أرض العاصمة ما كناش نتخيل إن بعد مرور سنة هنشوف مشروع بالحجم ده على أرض الواقع. إيه رأيك في العاصمة الإدارية الجديدة؟ العاصمة الإدارية الجديدة دولة جديدة في مصر.
بو عندها طريقة غريبة شو طريقة ديكسيون هذه نقراوها مادام ماتير وحدها انك الالقى كيفاش تقول كيفاش الفيديو افرت لك الالقى ذي بعد نص الليل الالقى بصراحة نتاع سارية كباري متغيرة مختلفة الفيديو اللي فضت لك هذه هي اللي كنا نسمعوا فيها ايه رأيك في العاصمة الإدارية الجديدة برشا انتقادات من بين اللي علقوا الفنان هاني رمزي اللي كتب سامحونا سامحونا فتحنا التلفزيون عليكم في الوقت الغلط طريقة الحديث مع الضيف نبرة صوتها شوفوا برشا أنها لا تليق بالعمل الإعلامي سيفغي معناها ساعات نشوفوا مقدمين برامج وإلا حتى مازلنا ما شفناهش برد عندها اديبها كيما الاكل عنده اديبه كيما الضيافه عندها اديبها كيما هكا ولا معاك شكرا فيزا كانت هذه ميديا ماك غدوه ترجعنا فيزا ميديا ماك شكرا جديده لكم بلد التاني تحياتنا ليك شكرا مكملين بعد شويه في صباح النور لكن فاصل ونرجع لكم على EFM احلى راديو رجعنا لكم في صباح النور مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا تحياتنا ليكم كالعاده هذا وقايه بوان مارشي يلا صباح الخير احلام صباح الخير سمين صباح الخير اللي يسمع فينا الكل في فورما اي على الاخر شبيك لا الاثنين ما تحبوش ليه نحب نعرفين وشاء الله يحبوا عبيده بارك احنا موجودين في البوان مارشي بون هار الاثنين ما بتعرفوا المعتاد كما قالت زميلتنا نور نهار كالم شوي في المارشيات ما فهمش سلعة ما فهمش دراجنية دونك لهنا ما فهمش مارشي هو اللي سمعناه توا قالوا لي بشي حل ليامات جاية ان شاء الله ان شاء الله يكونوا حاضرين انت في العوينة شندشنوا معهم اي احنا في العوينة دونك قلنا اليوم واش نطيبوا رز جربي هكا ولا في بالي هكا امينه قتلك اي والرز امينه والرز ما نعرفش امينه هي الرز الجربي دونك كل منطقة ورتالها اللي هو الرز فما منطقة فما ومنطقة اللي احنا في بوف مهل ما فماش باغكونتخ في المرسى اولا الرز فوالا الرز موجود ولا لا اساسا اي هو مش موجود راه في مهل احنا مش موجود امينه تقول لي موجود بحذاك مش موجود في المرسى فما هذاك علاش تحيه للعباد اللي جابت لي من المرسى والله البارح بركه كمانجينا زوز بقوي دروز مال احنا دونك نورمالمون الكيلو يتباع على 18 كان مانيش غلطه هو روز راهو انواع انت خير واختار فما الابيض وفما فما الاصفر دونك نورمالمون الناس تحقوا رطل روز لو كنتي عائلتك 4-5 سمك وما تاكلوش برشا فطورك هاو ربطت تلق لهنا نلقاو عاملين حاجه مزيانه قال لك تاخذ الاربعة دينار دونك فرصه شو يا اخي انت تستحق السلق في الروز الجربي والله نورمالمون يستحقوا السلق يحطوا فيها السلق ويحطوا فيه المعدنوس دينار ودينار تقريبا 2000 اي 2000 نحكيوا على أربعة راهو هو يستحق برشا معناتها الروز نقولوا أربعة مش أربع رباطي أربع رباطي بدينار اي فهمت دونك نسحقوا السلق ومعدنوس فوالا والله احنا نعملوا برشا ما تعرف كي تفوروا يولي شويه هو بتجيته ينقص بعد كده دون قد ما تطلع معناها دينار لهذه الخضر الورقيه ذي اي يعطيك الصحه بدينار بالنسبه للرطال الروز ما يبيعوش بالبرتالي بيعوا باكو حسب تكلفه تقريبا اي اوكي مش تكلف برشا الماكله تاعنا اليوم نشريوه شويه كبده فما ناس تحط فيه الاسكالوب زاده ما لقينيش لهنا الدجاج قريب منه هذاك علاش باش نعطيكم الكبدة العلوش اللي لقيناها اليوم ب 44 دينار دونك حتى 44 دينار ومازلت باش نقول اي 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 اكثر واكثر على خاطر الايامات الجايه بزيد يغلى حسب الجزار نتاعنا محمد تحيه لي اللي قال لي مريض شويه هذاك علاش سكر ومشي قلنا كبدة العلوش ان شاء الله بس كبدة العلوش 44 وكبدة العجول نلقاوها 37 دينار طب قداش باش تاخذ قداش نص رطل رطل هكيك نص رطل نص رطل نص رطل لا يزي في البرك 10000 تقريبا 11000 هاي
هذا من 13 شنو اخر لازم؟ عرفت تهز ال 10,000 تتضحاش من جد بربيع شنو يجيه بعد قبل قبل والله كان زمان ما يسرها بالخير تبعتنا في 5,000 والله 5,000 تجيب لنا كونتيتي باهية على الاخر بالنسبة للكبدة والحم. شكون تشري؟ شكون تشري ب 5,000 انت؟ معناها هذايا تقريبا 5 سنين التالي 7 سنين اي نزيدوا شوية 8 سنين شكون تشري كي تبعت؟ اسمعني كانوا نقولوا قبل 12 سنة اخي وباش نعطيك بالضبط معناتها قبل 12 سنة يعني انت 2010 شكون تشري ب 10,000؟ كنت نمشي للجزر وراسي مرفوعة قول عطيني 5,000 الذاكرة متاعك خدمها بالكدا وتفكر لي بالضبط شنو كنت تشري ب 10,000 فرنك شكون تشري؟ والله كنت نقضي قفة كاملة وتحب رسمي كنت نقضي قفة انا وبابا زيدة انا وبابا زيدة نمشي ونقضي الخضرة اللي نشريه مثلا ماتم فلفل بصل وبطاطا وكل وزيد نمشي ونشريه شوية حوت دونك ما نحسوش هكا بالغلي الحق عربي ما نحسوش بالغلي ديما الفريجيدير فيه خيرات ربي الكل هكا ان شاء الله ربي جريها على سلاح كما يقولوا دونك نكملوا في الروسيت نكملوا في الروسيت نتاعنا تعبت تسمع فينا بتعطيهم موجودة إيجابية دونك إن شاء الله نكملوا يحبوه الناس يحبوه الناس الكل اي دونك نسحق بصل زينا اللي بصل اي في ساعة احلام خاطر الوقت دونك بصل وشنو اخر هذوكم هما تقريبا الخضار الورقيه والبصل وشويه كبده ولا الحم واللفاحات اللي عندك في الدار اللي عندك هذا بلا الاربع من الناس يكون في حدود ال 15 16 دينار تقريبا خذينا فكره شويه على لو بلا من خلال الاسوام اللي قالتهمنا من مارشي العوينه كما قالت احلام اليوم الاثنين حاجه معناها ماهوش برشا اكتيفيتي في المارشي يلا الميتيو ملك مرحبا بيك بيك عايشك سامي بونجور يعيشك دونك الاخبار وبعد اخبار الرياضه نرجع لكم بعد شويه في صباح النور.